القرن الواحد والعشرون 2015 ونيت 2000 something إلى آخره. نعم. وما ميز هذه الفترة إذا أردت أن أضع تحت عنوان هي فترة اتسم بها الجنس وصفوه بأنه كما قيل قبل لحظات من أخونا مسلم جزاك الله خيرا. نعم. إذا أردت أن أضع تحت عنوان نقول أن الجنس آنذاك اعتبروها شيء حرام عين، وقالوا آنذاك شيء سافل. وسأعطيكم مثل وأمثال عديدة تثبت بأن الجنس في تلك الفترة كان بالفعل لديه تداعيات سلبية. وقبل أن أتطرق لهذا الموضوع أريد يعني لا أريد أن تلومونني أو يعني تحاسبونني على اللغة، على قواعد اللغة، لأنه كما يقولون يحق للممحون ضمن هنا فتحة هنا، هذا ليس بيننا، المهم النية وال المثل التقليدي الكلاسيكي يثبت أن الجنس آنذاك كانت لديه تداعيات سلبية كان موجود في كل بيت على الإطلاق. هي القصة الكلاسيكية التقليدية، الطفل في أول مشيته في أول طلعته كان يكتسب الكلمات الأساسية الأولى أبا أما، ومن ثم يبدأ باكتساب كلمات أخرى لها علاقة بالجنس وبالجنسانية مثل بز أو تيز. كل هذه الأمور تراه يركض لاهثا نحو أباه متلهفا يقول له بابا بابا بالزر. فترى الوالد يحتاج يبحلق في عينيه يبرح كفا ينادي زوجته من المطبخ يقول لها انظري إلى هذه التربية المشينة، انظري إلى ابنك. وكما كانوا يتكلمون آنذاك إلا وهو كل منك كل من دمارك مش عارف تربيه يا سافلي يخمع وكفا. هذا كان جزء من القران آنذاك يخمع. هي الأخرى تريد أن تفش خلقها، فبطبيعة الحال تفش خلقها بابنها، تسحبه من يده اليمين مباشرة نحو المطبخ، تفتح براد المطبخ وتأخذ مرطبانا من الفلفل الحار. نعم. واعتمدها عن شفتيه ويقول له لا تكرر ذلك، لا تقل كما كانت تقول آنذاك اوعى تعيد هاي الكلمة، ديش اسمعك تقول بس، ديش اسمعك تقول ايش؟ بس بنتي 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 طبعا اخواني مباشرة بعد بنتي 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 تتحطم شخصية هذا ومن ثم تتطور الأمور وتأتي اللحظة الحاسمة بحياته وسميت آنذاك بليلة الدخلة سلاش شهر العسل. ولا نفهم لماذا كانوا يقولون شهر عسل، كان بالكاد أسبوع ولكن لا أريد أن أدخل إلى ذلك. كانوا يوهمون أنفسهم بأنهم في عسل ولا تدر أين العسل هذا، ولكن هذا أمر آخر لا أريد أن أطرق إليه. إذا تأتي هذه اللحظة يذهبان يلتقيان الحبيب والحبيبة في هذا المكان في غرفة في فندق ما، عادة كانوا يذهبون إلى شرم أو طابة، هي مناطق موجودة في شبه جزيرة سيناء في مصر، أو في بعض الأحيان إذا كانت لديهم إمكانيات أكثر كانوا يذهبون إلى تركيا إلى فنادق 5 نجوم تشمل وجبة غداء عشاء فطور، كي يشعرون بأنهم أناس مهمون لديهم الإمكانيات. ولكننا كنا نعرف آنذاك الكون كان، ولا أريد أن أضيفها الآن، ليس هذا الموضوع. إذا لقد نشفت إذا إخواني، طبعا أنا أيضا مضغوط من ناحية الوقت، الكل هنا يريد أن يخلص بسرعة ولكن
هذا الأمر اليوم، ولكن إخواني تراهم يجتمعان في هذه الغرفة في فندق ما، ينظر إليها متوترا يتصبب عرقا، وهي الأخرى متوترة كونها امرأة وأنا ذاك الامرأة في مكانة دنيوية مهزومة مهزوزة، تنظر إليه هي الأخرى متوترة وزد على ذلك أول تجربة لها، إذ آنذاك كانوا يعتبرون من أراد أن يتناكح، وخصوصا المرأة إذا أرادت أن تتناكح مع حبيبها أو زوجها شرعيا، كانت هذه الحالة الوحيدة، النكاح إذا أراد أن يتزوج، إذا أراد أن تتزوج أعطوهم الرخصة الترخيص، والويل إذا ضبطوها تتناكح خارج نطاق الزواج، الويل كانت الجنة جلب هذا ليس لها أول وليس لها آخر، وشرف وعائلة ورايات حمراء وحمولة العائلة وقتل ودمل ومعص ودعك النظام قال رجولي ذكوري نهيك، أن الأجواء هيمنت عليها احتلال وقمع وكم كل ذلك، لذلك لا أحكم على ذلك على هذه الفترة، ولكن هذه الفترة هكذا كانوا يتطرقون ويتعاملون مع الجنس. نرجع إلى هذا الشاب الذي يمحلق بحبيبته وهو لاهثا، تراه يخرج فجأة نحو البلكون الشرفة، يدخن مضغوط، يرجع ينظر إليها تنظر إليه، يلمح لحديها، تراه يتذكر جملة أمي. فتراه يذهب إلى العمل في يوم ما بسيارته لاهثا منزعجا، يبحث عن مكانا لكي يوقف سيارته، فتراه من بعيد يلمح موقفا، تراه يريد أن يذهب إلى هناك، ترى رجلا آخر يخصه ويصف مكانه، فطرف هذا الأول على سبيل المثال لنعطيه اسما سمير، يأتي سمير إلى وسط الشارع يسحب عنده بريكا البريكا أم البريكو البريكا نعم البريكا، يسحب عنده بريكا يتوجه نحو الطرف الثاني يوسف على سبيل المثال، يقترب من يوسف يخرج من السيارة طبعا في وسط الشارع سحب عنده بريكا، يخرج نحو ويتجه نحو يوسف، يوسف يفتح الشباك، ترى ماذا يفعل سمير لأول مرة؟ ماذا يفعل؟ يقول له فرج أمك. أليس غريبا؟ نحن نضحك اليوم، لا نفهم، فرج صورتكم فرج أمك، هل اهتز مشاعركم؟ فرج أمك، فرج أمك يا وفاء، ما علاقة الفرج والأم؟ أنا ذلك أهل كانت إهانة، قال له فرج أمك، فترى يوسف الطرف الثاني، ماذا يفعل يوسف الطرف الثاني؟ قبل أن يخرج ويفتح الباب يقول عصاة دبسة هي عصاة تخينة من تحت الكرسي الجالس عليها، ويخرج ويقول له الجملة عندما وجد ماذا يقول له؟ والله والله سأناكحك نكاحا لم تشهد في حياتك من قبل. ولا تدري ولا تفهم يا ولا لا هذا المشهد العبثي، لا أدري النكاح كان للمتعة، النكاح كان لماذا؟ والأدنى من ذلك كل هذه الحوادث الشبيهة
أناكحك وسأناكحك، لا يوجد وثيقة أو حدث يوثق أن هذا الرجل أو رجل ناكح شخصا فعليا، لا يوجد. أنا أقول له كان أناكحك وسأناكحك، أناكحك حتى الصباح الذي يدور، هذا ما كان يحدث. ولكن وطبعا أخذ دمشق، نعم. فطبعا لنتذكر في وسط الشارع سمير الطرف الأول سحب الهندبريك في وسط الشارع، سبب أزمة سير مئات من السيارات من خلفه، وكل رجل أو امرأة في داخل السيارة بدون استثناء، كل رجل أو امرأة داخل السيارة تشتم، والبعض يقول فرج أم هذا المجتمع في مؤخرته. فيأتون من صوب ونهد وينضمون إلى سمير، فمعارك وجلبة فثأر فنخمة فدماء فقتل، وفي ذلك اليوم كان ممكن أن يروح عشرات من القتلى. ومن ثم تأتي دور الشرطة التي جاءت وتبدأ بالتحقيق طبعا، وفي أغلب وفي معظم الحالات إن لم يكن كلها دائما كانوا يغلقون الملف، لانه لا يوجد طرف خيط، لا يوجد دليل. فكانوا ومن هنا نستنتج ان للشرطه كان دور، كانوا يبحثون على فتح ملف حتى يغلقونه بالمقابل. هذا كان دور